تكلف 200,000 ولا 200 مليون؟ ما بيهمني هالموضوع كله، أنا بس بدي أعرف شلون ميرا عند نفس الأسوارة. بس هيك كان معي حق، معناتها عمل حاله رفيق وضل معنا وساعدنا كل اليوم بس لا يعرف شو قصة الأسوارة. يا ريت لو بقدر أعرف شو المميز بالأسوارة لحتى عمل كل هالشي مشانا، يعني محرزة كل هالدراما وكل هالتمثيل مشان شقفة أسوارة ما لها أي قيمة. ليك أول شي حاجة تكتر حكي واسمعني منيح شو رح قلها. حاضر قلي. بتتصل بميرا بكرة وبتقلها أنه عندك زبون بده يشتري الأسوار وأنه رح يدفع لها حق ضعف قيمتها الأصلية وكاش كمان. الضعف؟ يعني 100,000 روبية؟ أستاذ هذا مبلغ كبير على هيك قطعة. أنت لا تفكر بالموضوع، نفس تعليماتي واحتفظ برأيك وبكرة الصبح بقلك شو تعمل بعدين. مثل ما بدك. ليش هالأسوارة مهمة كل هالقد بالنسبة لفيفان؟ هيك بيكون ممتاز، بعد ما تبيع ميرا الأسوارة رح تروح وتعطي المصاري لصاحب الأسوارة الحقيقي. خلص رح ضل ساكتة، ما رح جيب سيرة هالأسوارة، لازم خليه هو اللي يحكي. شو بتحبي يحكي؟ حلو. شو يا أنسل؟ شكله صبرك خلص وأنا مثلك. تفضل قلي شو رأيك بحالك؟ حسب اللي بعرفه أنا الناس بيحلفوا بحياتي. إيه أكيد، لأنهم ما بيعرفوا إنه جواتك واحد لئيم ومغرور كمان ومفكر حاله شغلة كبيرة. غريب، ما كنت بعرف إنه الناس بهالبلد ناكرين للجميل. لا، نحن أكتر الناس يلي بتعرف كيف تقدم الشكر وتحفظ الجميل يا أستاذ. بس بحالتك الوضع صار كتير مختلف لأنه مساعدتك إلى مقابل. بعدين ليكني إجيت لعندك مشان أشكرك، ليش سبقت الأحداث؟ وبالمرة عرفت الحقيقة اللي لولا الصدفة يمكن ما كنت عرفتها.